اسمها نوف، التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس، خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء، لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة، كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. مشاهدي الكرام، لا يمكن أحد مننا أنه ينكر مدى أهمية مواقع التواصل الاجتماعي والتغيير اللي أحدثته في حياتنا، وأنه لها جوانب إيجابية كثير. يعني أنه هي بالنهاية عبرت عن أصوات الكثيرين ووسعت المدارك والأفق والكثير من الإيجابيات، لكن أيضا لها جوانب سلبية. من ضمن هذه الجوانب السلبية هو التحرش بالقاصرات، هذه الظاهرة للأسف الشديد التي بدأت تنتشر بشكل كبير مؤخرا. إحنا حنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا بالاستوديو المستشارة الأسرية والنفسية الدكتورة نادية نصير. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيك خلود، بنرحب بيكي وبجميع المشاهدين والمشاهدات. أهم شيء المشاهدات. أهم شيء. يعطيك العافية وشكرا لتواجدك بسيدتي. إحنا بنتكلم دكتورة على أو بنحاول نسد كل نوافذ التحرش الجنسي أيا كان. نعم. هذه المرة حنتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ممكن يتم التحرش الجنسي بالقاصرات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ شوفي، هو أولا إحنا خلينا نقول من هو المتحرش. المتحرش هذا إنسان هو مريض، ما أقدر أقول إنه هو، بعضهم مرضى نفسيين فعلا معقدين نفسيا، والبعض أنا بعتبره إنه هو مثل المرض النفسي الاجتماعي. من فين أتى؟ من التربية، أو إنه هو كان في صغره بيعرض للتحرش به من الناحية الجسدية، لذلك لما يكبر يصير هو كمان متحرش. المتحرشين بالأطفال دول عبر الإلكترونيات أو حتى في أرض الواقع بيكونوا يعني من سن 7 سنوات يتحرشوا إلى سن 13 سنة، ما فوق ذلك هو ما يتحرش فيهم أبدا، هو اختصاصه هؤلاء الأطفال. ما بيثيروا زي ما بيثيروا الأطفال، فقط الأطفال. البيدوفيليا هم القاصرات أم الأطفال؟ أنا أعرف البيدوفيليا اللي هي تجمع القاصرات أيضا، بتجمع المريض اللي هو المريض المتحرش، بنسميه أنه عنده بيدوفيليا، أنه هو مريض بأنه هو يتعدى على القصر، سواء كانوا أولاد أو بنات. ترى هو مش أنه هو كرجل طبعا متحرش ما بيقتصر فقط على بنات، لا، وإنما الجنسين أولاد وبنات صغار ذكر وأنثى، من سن 7 سنوات إلى سن 13 سنة. فهو يبدأ فيهم بالتحرشات. لو جينا نقول يعني إيش نوع التحرش على الإلكترونيات وكيف بيجذبهم، إنه لاحظنا كثير إنه هو لما يجي الطفل يفتح لعبة معينة بألعاب الأطفال، هما بيجوا عند ألعاب الأطفال ويحطوا اللعبة المفضلة للطفل قبل ما يتحرشوا فيه أو يضعوا له أي مناظر أو رسومات أو ألفاظ، أو أنه يبغى إيحاءات جنسية، يعني اصطياد مثلا أو إيحاءات جنسية مثل ما قلتي. فيفتح الطفل بيلعب مثلا 5 ثواني، وبعد كده بينقلب الدنيا إلى حاجات تانية وصور وكذا، لأنه إيش اللي حيدخله هو على موقع غير موقع ألعاب الطفل؟ هو كل همه أنه بده يلعب. فتلاقيهم ان هم اللي في التواصل الاجتماعي دول، في قنوات التواصل الفضائيه الاجتماعيه دي، كلهم بيعتمدوا على انه الطفل ماذا يرغب، هل مثلا اعلان حلوه جميله او انه لعبه مفضله، او ايش هي اللعبه المنتشره ما بين الاطفال تجذبهم في هذه الايام. يبدا يحط له منها 5 ثواني 6 ثواني زي كده، وبعد كده يصطادوا من هنا. بعد ما يخلص الطفل اللعب يجد انه مناظر فجاه دخلت، او صور إباحية، أو إيحاءات بشيء ما، أو طريقة ما في مناظر متحركة حتى لو كانت كرتونية. فهو بعد كده شوية شوية الطفل طبعا عنده حب الاستطلاع،
ما في طفل ما عنده حب الاستطلاع. هنا حتوقف شوية. يعني أنا والله العظيم ما يعني مزعوجة إنه وصلت المرحلة المرض مرحلة المرض النفسي ومرحلة البشاعة إنه يصطادوا الأطفال بهذه الطريقة. كانوا زمان يصطادوهم البودوفيليا دول الناس كانوا يصطادوهم القاصرات أو الأطفال سواء ذكر أو أنثى كانوا بيصطادوهم بالألعاب بالحلويات. نعم. الآن بالحلويات كمان مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب بيصطادوهم. طيب دخلت القاصرة أو الطفل بشكل عام دخل هذا الموقع وشاف اللي شافه انعكاسه النفسي عليه. أي طبعا له انعكاس نفسي واجتماعي عليه إنه هو أولا بيضطرب. أنا طفل مهذب أخلاقيا ودينيا أمي أبويا عائلتي بالبيت شكل إنه لينا نظام معين وأنا أعرف الصح من الخطأ وأنا أعرف الحلال والحرام وكنا نفهم عيالنا فيصير عنده هنا توتر واضطراب نفسي. ليش؟ فيما يرى لأنه أنا أبويا سمح لي لاحظي إنه أنا ألعب لعبة معينة وأدخل على مواقع الألعاب من جهة. طيب وهذه المواقع بتفرجني على أشياء أنا مش متعود عليها أو إنه أنا بيقولوا لي عن الأخلاقيات والمبادئ إنه الحلال والحرام وكذا. فمين أصدق إذا أنا هم دول اللي هم بيربوني وبأخلاقياتي وبديني وبكذا وهم اللي سامحين لي في نفس الوقت إني أستخدم كذا؟ صدمة في الأهل بتعمل؟ فيحصل عنده زي ما تقولي تشويش وتوتر إنه مو عارف يمشي مع أي جنب بيتلخبط يتشوش. هو مو عارف إنه هم سمحوا له أهله لكن للألعاب للتسلية لكن ما يعرفوا إنه في حاجة. فلا بد هنا الطفل كمان أنا بقول دور الأهل بالمرة كبير إنه أنت بتلعب ترى نعمل له وقاية ترى ممكن يطلع لك منظر وحش ترى ممكن يطلع لك كلام بذيء ترى ممكن يطلع لك ناس مش باللعبة يقولوا يسمعوا كذا ترى ممكن يطلع لك ناس يبغوا يتصلوا فيك يبغوا يتعرفوا عليك لا تصدق هالأشياء وإذا لقيتها تعال قول لنا على طول. طب خلينا أتناول برضو يعني جانب سلبي ثاني. قلتي حضرتك أنه بيتلخبط بين يصدق أهله وبين اللي يصدق أنه اللي هو شايفه الآن بالضبط أنه أهلي سمحوا لي أنه أهلي كويسين ولا وحشين بالنهاية. لكن في جانب آخر كثير من الأطفال بالعمر هذا أو القصر بشكل عام بيكونوا ما هم عارفين إيش يعني بين قوسين الجنس بشكل عام فهم ممكن بيتصدموا لما بيشوفوا الشيء هذا. أكيد. إيش ده؟ فهنا بتكون صدمة نفسية عليهم من الناحية هذه كمان. أيوة طبعا. بيكون الطفل يعني ما هو مصدق إيش اللي شافه وبما أنه عنده حب الاستطلاع يحب يعرف يعني حتى لو قال للأهل أنا شفت كذا يحب يعرف إيش هي الكذا دي اللي شافها. كثير من الأمهات إنه إحنا يعني لو هذه من بعض المشاكل أنا اللي جاتني إنه يتصلوا يقولوا إنه ورونا صور على طبعا إحنا ما حنقول تويتر فقط إنستغرام وبلوتوث وإنستغرام دحين في يد الأطفال كل واحد له حساب وكل واحد له أشياء إنه بيتبادل الصور ما بينهم بين بعض الكرتونية المدري إيه. لكن أنا بقول لا بد يكون هناك رقابة. كثير من الأمهات اتصلوا قالت إنه أبنائهم جم وروهم إنه تبعتت لهم إيش صور إنه تبعتت لهم كمان بعض اللقطات من أفلام إباحية. مش كل الأطفال يا دكتور بيوروا للأهل بالضبط. لا هذه قولي إنه كويس إن الأم شجعاهم. في أطفال يخافوا إنه يوروا لأهلهم يعني في أطفال عندهم حب الاستكشاف. أي طبعا وهو عنده حب الاستكشاف والاستطلاع هذا كل الأطفال فيهم هذه الغريزة. فلا بد إنه أنا أقول لأطفالي أول ما ينزل لكم صورة أو حركة أو أي حاجة تخيلي إنه بعض الأحيان حتى رسومات باليد بتنزل رسومات فيها إيحاءات جنسية بتنزل لهؤلاء الأطفال. طيب نحن إيش لابد إنه إحنا نكسر التابو هذا اللي هو بيقول محرم وما أكلم عيالي فيه يا جماعة بالزبط. ونبدأ نحكي عيالنا بالزبط. أنا ما بقول يلا تعالوا وروهم أفلام إباحية عشان أفهمهم لا لكن إحنا نقدر بطريقة علمية ودينية نقدر نفهمهم ونقول المناطق اللي أنت ما حد يمسكها كذا الكلام اللي يجيك يعني كذا الخطوط دي تعني كذا الصور دي تعني كذا. لابد أن يكون عنده علم بهذه الأشياء. وأنا مع مسألة التوعية الجنسية والتحرشات وأنواع التحرشات ما هي في المدارس منذ الابتدائي من الابتدائية وأخص الابتدائية أكثر من أي شيء لأن التحرشات اللي هي زي كده البيدوفيليا هؤلاء ما بيستلموا غير الأطفال الصغار. فنحن مو بس الأسرة أنا أبغى المدرسة لأنه الأطفال اللي ما بيقولوا لأهليهم بتحدث هناك تحرشات بينهم في المدرسة. صح. أطفال ليه؟ لأنه هذا شاف على تويتر
وهذا يمكن هذا مسموح له بتويتر ومسموح له بأشياء كثير في بيته، والثاني لا يقوم يجي يجرب عليه بناتا أو أولادا. فلذلك إحنا يعني بنقول هذا يعني الخطر القادم، إنه نحن مستهدفين في إثارة الغرائز. ما هو بالنهاية دكتور يعني الأهل كمان دور الأهل، مؤسسة المنزل لها دور كبير، إنه نعم. الأهل زي ما تفضلتي ذكرتي بيخافوا إنه هم يتكلموا أو بينكسفوا أو بيتهربوا من عملية الحديث مع أطفالهم بهذا الموضوع تحديدا، لأنه يعني هم ما أدري هم ما هم عارفين إنه في الآن إنترنت، في تلفزيون، في فيسبوك، في تويتر، في يوتيوب، في كل شيء في الحياة، فهم لو ما يعرفوا منهم بطريقة يعرفوا من الأشياء. بس إحنا ثقافتنا نبغى نطلع نكسر التابو هذا المحرم، إنه أنا ما أحكي مع أولادي في هذا. يمكن الأهل ما عندهم هذه الثقافة، يمكن ما هم عارفين كيف يدخلوا لهم. لا لا يعني زي ما أنت عرفت إنه إيش الحلال والحرام وإيش الأشياء دي، يعني حتى الإنسان الجاهل الأم اللي قاعدة في بيتها تعرف إنه فين تعلم أولادها، فين المناطق اللي ما تنلمس، وإيش في المدرسة لو سووا لك شيء تيجي تقول، تعرف كيف تشجع ابنها لا تخبي علي شيء، يكون صريح بنتها ابنها، هذه ما يبغى لها علام. دكتورة إحنا عندنا استبيان قام بإعداده فريق عمل سيدتي، حنطرحه عليك وعلى المشاهدين والمشاهدات. الاستبيان بيقول إيه حول طبعا حلقتنا لهذا اليوم، تويتر بوابة عبور للتحرش بالقاصرات، 80% أكدوا أو ممن أجابوا على الاستبيان بأن موقع تويتر ساهم بشكل أساسي على أو في تفاقم هذه الظاهرة، طبعا هذا حسب بعض الدراسات، فيما نفى 20% وفي ما نفى طبعا 20% هذه الفكرة انه تويتر مو سبب رئيسي لهذه الظاهرات. وفي سؤال عن هل تؤيد منع القاصرات او فرض رقابة صارمة عليهن بتويتر، طبعا اجاب 80% ايدوا هذا الشيء، و10% رفضوا تماما، لكن 10% شددوا على أهمية الرقابة أو المنع لمن هم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحديدا. أيوة. نظرا لظروفهم الخاصة والصعبة. طبعا يعتقد الكثير من الذين جابوا على ذات الاستبيان أن موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام ساهما بشكل بارز في كشف المحرم، زي ما كنا نتكلم أنا والدكتورة، أمام الصغار قبل الكبار، سواء من خلال الهاشتاجات أو هاشتاجات النشطة أو التغريدات والنشر، أو من خلال إنشاء حسابات بأسماء وهمية ولكن بمضمون مغاير للمسمى. دكتورة إحنا ما بنقول إنه ممكن فعلا يكون تويتر أو فيسبوك جزء من تويتر. نعم. أو إنستغرام ممكن يكون، لأنه ناس موجودة من كل الأمم موجودين. أكيد. في هذا الموقع، وللأسف بالفعل بيكون في قاصرات فتيات صغار كمان بيكونوا بيلاقوا مواقع عليها صور، عليها صور إيه للإباحية، وصور يعني بتوحي بالأشياء الجنسية، مش بس إحنا قلنا بنات وأولادنا الصغار يتساووا في عند المتحرشين، يبغوا البنات والأولاد الصغار ما عندهم مشكلة، الحد قلنا زي ما قلنا من 7 إلى 11. فنحن يعني هنا نبغى نقول يا جماعة، هو التحرش الجنسي بالأطفال ده والحاجات دي ترى ما هي حاجة جديدة، يعني هو منذ القبائل القديمة موجود، ولكن كان على إيش؟ الساحة الواقعية، أرض الواقع زي ما قلتي، بالجذب بالأشياء اللي يحبها الطفل، تحرش القاصرات في أرض الواقع. ولكن الآن اللي زادوا أكثر وأصبح لي خصوصية أكثر، لاحظي إنه الأطفال ممكن هم على جوالاتهم ولابتوباتهم والأشياء دي، في خصوصية، في عزلة، في باب مكفول يا جماعة، يعني أصبحنا الآن كل الأشياء التواصلية دي جعلت سياسة الباب المغلق، إنه الطفل جوا غرفته بيلعب على الكمبيوتر أو على التليفون، فعنده حرية وعزلة كافية إنه هو ينعبش، يدخل يستطلع زي ما قلنا، يدعس زر غلط يطلع له بلاوي زرقة. أيوة. وبعدين المشكلة خلي الأكبر، الأمهات يعرفوا بيدعس زر غلط وبيرجع يفتح. نعم. مرة ثانية. أنت الآن الأكثر خطورة إنه أصبحنا صوت وصورة، عندك تانجو صوت وصورة، سكايب صوت وصورة، خلاص ما عاد في إنه هو ما يشوف إنه فقط صوت، لا حوريك حاجة حلوة، طرن افتح سكايب، العيال بيفتح زي ما شاء الله زي القرود أكثر من الكبار ثقافة في التكنولوجيا. أيه؟ اللي احنا ما نعرفه هم يعرفوه. اي والله صح، بيعلموك طن يفتح سكايب، يفتح تانجو، يفتح لك يقول لك تبغي صوره، تبغي صوت، تبغي مدري، في صوت، في صوت وصوره. فيعني ما اصبح هذه الخصوصيه والعزله في الاشياء الالكترونيه وعمال تتطور يا جماعه. انا ما حاقول ما تدخل البلد، ما حاقول انه انا اعزل العالم، ننعزل ثقافيا والكترونيا، ولكن في تقنين
يا أهل قننوا، يا أهل راقبوا. المراقبة اللي هي مش على رأسي توقفي، لا أنا أبغى المراقبة البعيدة اللي هي من بعيد لبعيد، كل شوية أتفقد ابني أتفقد بنتي، أفتح الباب. ما في سياسة الباب المغلق للصغار، باب مفتوح وينشال المفاتيح عادي. فتح الباب، سوري منك، فتح الباب على طول أغلق الصفحة. أغلق، أنا معاه، بأروح بأشوف بأجلس. طب أنت مجرد ما تاخدي منه الجوال وتفتح الصفحة بالضبط، أخذ منه أفتح هنا هنا هنا. طب موقفه إيش لو عرف أنك أنت عرفت أنك شفتي هذا؟ ما في مشكلة، أنا أتفاهم مع ولدي بطريقة أخرى أو مع بنتي، أجي وأقول ليه أنت دخلت يعني المرة الأولى خطأ والمرة الثانية أنا شفت، أجي أخذ أجهزتهم أعمل رقابة على الأجهزة وكل شيء. لأنه ده إيش العقاب اللي ممكن يتعرض له الطفل عشان يحرم يعيده إذا كان فيه عقاب؟ أنا ما بقول خدوه وعنفوه، لا، لأنه راح يعند وراح يسوي الشيء تاني. أنا بقول أخده وأتفاهم معه وأسوي أنا حظر، زي ما أنت هذه الأشياء أسوي حظر إذا ما بفهم أنا في الأب وفي غيري، إن شاء الله حتى أوديه لمحل تليفونات يسوي لي حظر على أشياء كثير، اللابتوب وعلى التليفون حق الأبناء. وبعدين في الليل حضر بالذات الأطفال، اعملي قانون في المنزل إن ما ينام معاهم لا جوال ولا لابتوب، كله برا الغرفة عند الأم عند الأب في غرفتهم. ليش؟ لأنه الليل هو اللي فيه الهدوء وفيه الوحدة الأكثر والعزلة الأكثر، ممكن الكل نايم أقوم يأخذوا الأطفال. هذا ما بيأثر بشكل أو بآخر على خصوصيتهم وخصوصية شخصيتهم واستقلاليتهم؟ لا، إحنا بنقول بالتفاهم، بالتفاهم وبالقانون. أنا إيش قانون منزلي؟ أنا عندنا الأمهات بتفاهم. إذا أنا عندي قانون، أنا بالنسبة لي كان قانوني كذا وعيال صغار، وقت النوم خلاص كل أشياءهم في غرفتي، تليفوناتهم لابتوباتهم كل شيء. يعني المنزل لو وضع قانون الطفل يمشي عليه يا جماعة. يعني أنا الطفل حيربينا ولا نحن نربيه؟ الله، حالي أنا قلبت الآية. ما أقول قلبت الآية، أنا يعني بشوف أترك كل المجال خلود وبعدين أقول يا ريت اللي جرى مكان. لا لا لا، لابد أن يكون نحن عندنا وعي أكبر من كذا. طيب بالنهاية أبغى من حضرتك نصيحة، يعني لا سمح الله طاحت الفاس بالرأس وصار اللي صار، يعني وأدمن الطفل على ما بيطلع. أيوة جايز جايز. أنا أبغى أعرف مستقبل إن هو بيصير إيه. يعني في ناس عفوا بيكونوا مدمنين لهذه الأشياء والأفلام البورن عفوا والأشياء. طبعا إيش ممكن علاج هذا الموضوع؟ والله أنا بقول إنه مستحيل إن أنا ما أشوف على ولدي أو بنتي في تغيرات عشان أنا ألحق إنه أنا أعالجهم من أول ما تبدأ المشكلة. لكن لو تفاقمت المشكلة، ما هي زي المرض، لو عالجنا المرض من أول، وأي عضوي مرض عضوي لو تركتيه يستفحل، ولكن إذا عالجتيه من أول وديته وشخصته وعملته خلاص إن شاء الله أقضي عليه. فلنفرض إنه هم النوع الثاني اللي هم أساسا ولدوا بأن يكونوا يعني ما بين الأنثى وما بين الذكورة. هذه أشياء مش موضوعنا اليوم، لازم تدخل في عمليات وما أدري إيش وما أدراك من هذه الأشياء. لكن إحنا بنقول لهم إنه لابد كمان يكون عندنا قانون للمتحرش ويا أهالي. إذا في تحرشات إلكترونية، في شكاوى إلكترونية بتشتكي. أشكرك. في جهات يعني في هذا يمكن الأهل ما بيعرفوه كثير، ولا كثير ناس، مش ضروري الأهل، الناس بشكل عام ما تعرف إنه في قانون، في قضاء، في قانون بيلجأوا له الناس في حين يعني شكاوى من مواقع التواصل الاجتماعي أو التحرشات الإلكترونية بشكل عام. يعني وبتنقفل هذه المواقع، وفي مستشارين في المملكة العربية السعودية، عندنا مستشارين وعندنا محامين وعندنا كل هذه الأشياء. من يوم ما نقول الموقع الفلاني بس تبلغ عنه، لأنه حتى بيطلع لك في الاختيارات انك حذف او حظر او تبليغ عن اساءة. يا عمي بلغ عن اساءة. بالنهاية دكتورة لازم يعرفوا الناس انه في شيء اسمه الجرائم الالكترونية. طبعا في جرائم الكترونية، واللي بيعمل كده ممكن جدا ينسجن. أكيد. اول على اخر، احنا موضوعنا طويل دكتورة نادية ومتشعب، لكن بالنهاية احنا شاكرين هذه النصائح الغالية الثمينة اللي دائما بتعطينا هي، وان شاء الله لنا لقاء اخر بحلقات اخرى من سيدتي. شكرا لك دكتورة. ان شاء الله. يعطيك الف عافية. اذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة ما زالت فقرات بسيدتي مستمرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا. في سيدتي بعد الفاصل، بلقيس تشكر جمهور كليبها الجديد عبر سيدتي، وأحدث كليبات فناني روتانا في الفقرة الفنية مع صبحي عطري.